اللقاء الذي سيدوم اليوم والذي سيخوض في كل العمليات المرتبطة بدخول مدرسة محمد إن شاء الله نتأكد من تنفيذها في أجلها، لأنه لدينا مخطط عمليات موزع عبر جاء بعد اللقاء الذي نتمناه في الجزائر العاصمة والذي دام 4 أيام من الوطنية، تم بموجبها وضع مخطط عملياتي معروف الأجال محدود الأجال فيه كل العمليات التي لا بد من تنفيذها قبل الدخول المدرسي بالكيفية والنوعية المطلوبتين وكذلك في الأجال المحدد لها. ونحن فيها اليوم يوم 8 من شهر أوت لنقف ولاية بولاية وملف بملف على تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا المخطط تحسبا لرفع الحصيلة وتقديمها إلى تقدير ونظر السيد وزير الأول الذي سيعطي التعليمات والتوجيهات اللازمة لكل القطاعات الميزانية لكي ترافق القطاع في الدخول المدرسي المقبل.